صباح الصباح محلاه والشمس جاية معاه وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح النومة. ايوه يا بيه. الهانم لسه ما صحيتش؟ لسه يا بيه. طب روحي اصحيها، احنا بقينا الدور عشان تاكل لقمه معايا. حاضر يا بيه. قولي لي. نعم. الواد فين؟ في جنينه بيلعب. انا مشيت مره قلت لكم ما تسيبوش الواد يلعب لوحده. لا مساعد معاه. طب روحي. السلام عليكم. سلام. ما عندكمش واحد مسلوع كده زي العصايه اسمه رجب؟ ما عندناش. شغال عندكم هنا؟ مين اللي عايزه؟ قول له سالم القط. الباشمهندس شغال. شغال ولا مش شغال؟ قول له عايز اكلمه. عاود مره تانية بعد الساعه 5. روح. بقول لك ايه، هي دي مش فيله البلقاسي برضو؟ البلقاسي البشر كده. تمين يالا، تمين يالا، ما ترد. هو انا ناقصك انت كمان؟ رجب رجب رجب، سيبه يا سالم، ده البهنساوي الكوماندا بتاع الشغل. نعرفه يعني؟ طبعا. سيب بقى يا اخي. مين بقى الاخ الليمت ده؟ ده سالم صديق عمري واخويا. لا يا حبيبي، صديق عمرك ده بقى اتقابله هناك على القهوه عند مولالو، هنا مكان شغل. ايه يا عم بهزر. ازيك يا سالم؟ تعالى. صباح الفل. ايه يا عم، طب انت كنت غايب ليه؟ طيب ايه؟ تمام يا باشا، قبضنا على المشاغب اللي كان عامل دوشه تحت. ايه ده؟ الصرصار ده اللي عامل الدوشه دي كلها، طلعوه بره. يا سعاده الباشا، ده صاحبي وجاي يسال عليا. انا قلت طلعوا الكلب ده بره، وانا عاصلك سايبه عليه الكلاب، تبيعه ولا لا؟ يا باشا لا مؤاخذه، سيادتك كده بتتعدى على اختصاصاتي. يا باشا الواد ده لو قعد معانا في المزرعه هينفعنا. ايوه يا باشا هينفعنا. وبعدين المؤاخذه ده بقى اختصاصاتي. اختصاصاتك ايه؟ بلانيله. بلانيله؟ انا قلت يمشي يعني يمشي. طبعا يمشي بلانيله. يلا حبيبي اتكل على الله،
طب خيشه بالديد عليك. رجب قلت لك مالكش دعوه بيه، ما انتش قده. طيب خلاص يا خلاص يا باشا، مفيش حاجه، انا اتصرف. يلا بلا مينا، يلا سيب. طيب رامبو ايه يا ابني؟ ايه الموضه اللي طلعت له فيها دي؟ خديه جوه. يلا يا حبيبي تعال. رامبو ايه وزفتي؟ والله زمان. يا سعاده الباشا، ده راجل غلبان وجاي لي هنا عشان ياكل عيش، يقوم الرجاله يتلاموا عليه يضربوه، ده حاجه حرام. حرام ده ايه؟ وانا فتح مجد قلت الواد ده يمشي يعني يمشي. طب خلاص يا باشا ما تزعلش نفسك، انا هتصرف. هتصرف يعني ايه؟ هتصرف على بعض. بقول لك يخرج بره المزرعه، يعني لازم يخرج بره المزرعه. يخرج حاضر. يخرج بلا ميلة. بره! ما تزعلش من بابا. ما تزعلش ازاي؟ ده حرم عليا عيشتي. بابا راجل طيب ومش قصدي. يا هانم انا راجل صعيدي، واللي حرم عليا عيشتي يبقى بيحكم عليا بالاعدام، وانا الشغل ده ما ينفعنيش. معلش بقى سالم، انا حاولت على قد ما قدرت، انت شفت. ولا يهمك، ماليش نصيب. ولا قلت لك علشان خاطري. خاطرك على راسي من فوق. طب علشان خاطري ما تسيبنيش، قصدي ما تسيبش المزرعه. ده بابا بيحبك قوي، بس انت اللي مش حاسس بيه. سيب الولد ده ملوش ذنب، اذا كنتوا طمعانين في حاجه خدوها. الكلام ده انا ما بخافش منه، الادب بالتنفيذ. صدقني يا ابني اللي انت عاوزه تعالى خدها، بس سيب الولد، سيبه يا ابني، والله يحديك اللي انت عاوزه. سيبوني انا بقى. ايوه هتخنقه كده تخنقه. يا رجل لا اخنقه بقى. ماشي يا ابني، اتسلى ناس كبير عمال يقول بقول له سيبه يا ابني، ما تنصحش كان ايه؟ بس جنب جدك ده ليك عندي كده ليه؟ اه ليه الدم؟ حرام عليكم، اذا كنت عايزين تنتقموا مني انتقموا مني انا. هتيجي اسعاف هتلومين دكتور. بس ماشي يا حبيبي. ايه ده؟ ده فين يا بيضه؟ ده سالم. طب ايه اللي مضى يعني؟ تحب نخلص لك عليها يا باشا؟ ولا نرميه في الجبل للديابه والدبان الازرق ما يعرفلوش طريق جره؟ لا يا ابني انا بكره الدم، ما بحبش الاكل. لا دي روح، وربنا هو اللي بيهب الروح وهو اللي بياخدها. وكما قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. صدق الله العظيم. سيبوه وروح اقولوا للي بعدكم ان عمر التجاره لا كانت بالمدفع ولا الرشاش ولا العصايه ولا السكين. التجاره شطاره. انت ليه ما سبتهمش يقتلوهم يا بابا؟ قتل؟ انا ما احبش اسمع الكلمه دي، ما تطلعهاش من بقك تاني. الكلمه دي صعبه قوي. بابا. ها؟ رحتوا فين؟ لا يا بنتي دي حكايه قديمه قوي. يا سي بابا نحن هنا. الحكايه القديمه دي حلوه زي كده؟ يا كلاب عيب قوي يا باشا، عيب قوي يعني. لا مؤاخذه، الواد يبقى في ايديه والسكينه على رقبته، وانا مسلك لهم السكه ويطلع عيلين ياخدوه منهم.
لا مؤاخذة بقى العيلين دول اثبتوا ان هم اجدع من رجالتك كلهم. ما انت كنت بتضرب معاهم. بس يلا والعمل كده البلقاسي هياكلها لوحده. دي تركة سهلة ومليانة ومش عايزة تفوت مني. لا مؤاخذة برضه الطريقة اللي انت عملتوها دي طريقة تلامذة. مفيش بس ولا حاجة. دي هي الطريقة. يا اما اجيب عليها واطيها. فهمه كده. لا فهمه ايه؟ ده ما يعرفش ان انا بجري سيادتك. وبعدين لا مؤاخذة بقى انا ما عرفت ان هو عايز يذبح ابنك تحت رجلين ابنه قلت اجي انبهك. مين اللي جاي عاملين ترزانات دول يا بنساوي؟ دول العيال الرجالة بتوع الهلباوي بيه. الهلباوي اللي دخل الكار جديد. بس انا بقى صرفت برضه يا باشا، بعت العيال بتوعنا ورا الرجاله بتوعه يجيبوا ابنه نذبحه تحت رجلين ابنك. تحت امرك يا باشا. انت يا ابني بتتنمرد ليه؟ طلبت الشغل لصاحبك وده احنا هنشغله. شوف بقى انا راجل مسالم مش بتاع مشاكل. انت ضربت زملائك ليه؟ يا باشا هما اللي حصل خير، حصل خير. يا بهنساوي شيل ايدك. اقول لي صاحبك اسمه ايه؟ سالم. خده هو القط ودبلوه القط اللي جنب البواب. ايوه يا باشا. يلا شيل ايدك يلا. لو سمحت يا باشا انا مش هشتغل عندك. لا 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 لا, لا ما يقصدش يا باشا ما يقصدش طبعا. هو اصله كان فاكر يعني ان انت مش هتشغل صاحبه، لكن خلاص ما دام هتشغل صاحبه خلاص. بس يلا خلاص. كانت مستوره والحمد لله. ليش كانت زي الفل. اول ما حوشت قرشين حطيتهم في عربيه نص نقل. اشتغلت عليها سواق ليل ونهار. سددت قسطها اول باول. من نص نقل بينقل. وبعد شويه عجبتني حكايه القسط. اشتريت للنقل مقطورة. والمقطورة بعد شوية بقت تريلر. كانت أحلى تريلر في الطريق. في ليلة سودة وأنا ماشي تريلر اتقلبت واتقلبت معاه. وراح كل شقة عمري. ولا يهمك، الفلوس تتعوض. أنا اللي حكايتي حكاية. بعد ما سبتني بسنة أبويا اتقتل في مصر. نزلت أدور عليه. لقيت مصر زحمة كبيرة. الدنيا ضلمت في وشي. رجلي جابتني لحد هنا. خدني البلقاسي باشا شغلنا عنده. ومن يوم ما وقعت هنا. ونسيت حكايه الطار. ايه سرحانه في ايه؟ ابدا. افتكرت ابويا الله يرحمه. كل الابهات بيموتوا زي بعض. ما يبقاش قلبك اسود. ربي ابنك وبلاش نكد. ما بقاش في وقت. على رايك اربي ابني. أربي ابني وربيك أنت كمان يا بلقاسي. إيه؟ كل حاجة؟ لا، هقول إيه؟ هو أنت سبت حاجة تتقال؟ وسكت ليه؟ ما تبلغني، وأنا اللي كنت عودته حد قال له تاجر في الممنوع. تاجر شطارة، لكن الشغل في الممنوع حرام. أنا اللي خدتك وسددتك. أنت فاكر نفسك مين؟ ولا نسيتي نفسك؟ ما نسيتش إن كنت بنت الخوري بتاعك. ما نسيتش ان كنت بنت اقل اجير عندك. وانا اللي موتته هو اللي حب يعمل ترزان. الطمع حماه. طبوه زن على خراب عيش. طمع الطمع بتاعك عمال تكنز على قلبك. اما وريتك اخر طمعك ده. راح فين الواد ده؟ راح مع رجب. ورجب بيلم هدومه وعايز يخلع. لا روح اندهله وشغله سواق من بكره. ماشي. بابا والنبي صالح حاجة بكلمتين. ده هو اللي انقذ ياسر اخويا هو وصاحبه. هديني بعت له. رجب على فين؟ زعلان وعايز يمشي. زعلان وعايز يمشي؟ ليه يا عم؟ البلد دي احسن من غيرها. لسه هتدور على شغل عند حد تاني وتفهمه ويفهمك. ايه يا عم؟ يا بهنساوي ده انا لو اشتغلت عند رقاصه ولا اشتغلتش عند الغول بتاعكم ده. يا رجب ده راجل جدع. لسانه بس. لسانه بس ده يوديك البحر ويجيبك عطشان. يبقى تاجر شاطر يعرف يجيب القرش من حنك السبت. صح. لا وانت الصادق. ده كل يوم الصبح هو ورجالته يجيبوا الجرايد ويفتحوا صفحه الوفيات يقعدوا يقروها يشوفوا مين اللي مات النهارده. يبعت رجالته للميت اللي تقع عليه العين. وايه الميت اللي تقع عليه العين؟ يا راجل يا راجل انت مالك؟ كل عيش احسن لك. الحيطان ليها ودان. كل عيش بدل ما يوديك ورا الشمس. اكيد الشرباصي توفى الى رحمه الله. عبد الهادي الشرباصي شيخ بلد بالشيش غربيه. شوف غيره. وكده عائله الاشراف بقينا باسوار. توفى الى رحمه الله تعالى المعلم عبد الرحيم الكرواتي صاحب مخبز باسوار. ابعت حد اسوان. يا راجل حرام عليك بلاش افترى. يا راجل طيب. طيب ايوه طيب. ايه يا عم راجل نسيت؟
اما الست فيفي خلفت الواد ياسر، دبع عجول وغرفان وعمل ليله لله، ده كان يوم عجيب. نسيت يا رجب؟ عيب يا اخي، عيب. تعال تعال. انا من رايي تمشي التيران اللي عندك، وكفايه عليك الولدين دول. تيران؟ ورجب لسه ما يعرفش ان ابوه كان شغال عندك؟ لسه ما يعرفش، عشان كده كنت هسربه. هما دول اللي هياخدوا الطاري منك يا ناسي. هتسيبنا وتمشي؟ ارض الله واسعه يا هاني. امون عليك تسيبنا؟ اعمل ايه للباشا والدك؟ هانت عليه العشره. طب ايه رايك بقى هو اللي بعتنا لصالحك؟ ايه بتقول ايه؟ اه هم شوف لي عندك خطر ولا لا. خطرك؟ خطرك على راسي من فوق، على راسي وراس عيلتي واهلي وبلدي كلها. طب يا لبن، الواد رجب ده انا عايزه جنبي، هو صاحبه. بس ده عيال جامده يا باشا، ما انا قلت لك. انا ما قلتلكش عايزهم بالعضلات ولا بالعافيه، غيريهم يا اخي. غيريهم ازاي؟ سيادتك فاهمني غلط. لما انت اللي فاهمني غلط، شغل مخك، خليك سياسي. غيريهم بالفلوس يا اخي، بالمستقبل، ابن لهم قصر بالهوا. اما العيال دول فحسابهم معايا انا بعدين. يا عم انت مالك؟ كل عيش يابا. وبعدين هو ضربهم على ايديهم، راجل بيشتري بفلوسه. يا بهنساوي انت اكتر واحد عارفه، ده بيشتري، قول بيسرق، بينهب. اوه يا اخي وانت مالك؟ انت مالك صحيح؟ بينصب، بيزور، انا عارف. يبعت الصيع بتوعي يلموا له معلومات عن المرحوم، وبعدين يعمل عقود بيع وشراء من المرحوم ليه، وهوب يطب على التركه يقش عليها كلها. انا عارف. انت مالك؟ صحيح يا اخي انت مالك. الله، انا مالي ازاي بس؟ بقول لك ايه، مش عايزين غلب. يلا يلا انتوا الاثنين تعالوا معايا بقى، كلموا الباشا. يلا. انت تحير يا اخي، نفسي افهمك. اوه اذا كنت انا نفسي مش فاهم نفسي. يلا انا اقول لك ايه بقى، خليك انت عشان ما تعكهاش. ها انا هاخد سالم. كل عيش، كل عيش يا راجل. قول له يا سالم. كلامه صح يا راجل، كل عيش. بقى نساوي. ايوه ايوه باشا. جدع العضل ده بيشتغل ايه؟ ده شغال عندنا بقى ايه؟ اقف يا بقى نساوي. مهندس راعي انا. عاجبني قوي هو وجدع صاحبه دول، انقذوا ابني، عشان كده انا عاوزك تشغلهم عندنا، ومشيل الهلافيت بتوعك دول. امشيهم؟ ايوه امشيهم. الله. يلا حاضر. يلا يا باشا، يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، كل واحد على مكانه. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. لا يا باشا ما ينفعش، لو الناس دي هتمشي عشان احنا نشتغل يبقى احنا بقى اللي نمشي. لا ما يقصدش يا باشا، ما يقصدش. يا سعاده الباشا، ما حدش عارف الناس دي محتاجه الشغل قد ايه. بس بس مالكش دعوه انت، الارزاق دي بتاعت ربنا، روح انتوا شوفوا شغلكم. يا اخي الراجل ده الواحد مش فاهمه بيتكلم جد ولا لا. بتتودود عليا يا بهنساوي؟ لا يا باشا، لا يا باشا، ده انا بقول له شوف الباشا بتاعنا قلبه طيب ازاي وشريكه اولاده وكده. طب بمناسبه نجاه ابني النهارده، اصرف لكل واحد نص شهر. يا سلام يا سلام يا باشا، ربنا يكرمك. طب يا باشا انا مؤاخذه، يعني اللي شغالين باليوميه نظامهم ايه؟ اصرف لهم اسبوع، ولا اقول لك تخليهم خمس ايام، كفايه ثلاثه. لا خلاص يا باشا خلاص. يلا يا عم قبل ما ياخد من ايامنا. يلا السلام عليكم. انت وصاحبك حسابكم عندنا. امرك يا سعاده الباشا. يلا يلا سلام. ايه هنومه؟ فين مدام فيفي؟ فوق في اوضتها. استهدي بالله يا استهانم، ما تكلمنا يا است سعاد. البلد دي احسن من غيرها، تعذري وتروحي على فين؟ هروح عند ماما اريح اعصابي. طب هو الباشا هيرضى يا استهانم؟ وحد الله. ماما انا ما اروحش عند تيتا. طيب سيبيها لي انت، ما تيجي قهوه عليها. حاضر. هو انت كل يوم بحاله، مش اتفقنا نخلي المركب تمشي؟ هستنى ايه اكتر من كده بس يا سعاد، لغايه ما يقتلوا لي ابني المرة دي، وربنا بعت ولاد الحلال اللي انقذوه، المرة الجاية ممكن يحصل ايه؟ تفتكر يعني نقلة العز اللي احنا فيها دي، والحنية اللي ظهرت على البلقاسي فجأة ببلاش لله كده؟ بلاش يا راجل، انت فاكر انا هاكل من الاونطة دي؟ انا بعد اللي حصل لي وضاع مني شاع عمري، مستعد اعمل اي حاجة، بس خلينا ورا الكداب يمكن يصدق. يا سالم يا سالم، احنا مالنا ولا وجع لقلب ده؟ تعال نفضها سيرة ونشوف لنا شغلانة تانية. ايه يعني؟ مش هنلاقي ناكل؟ وانت خسران ايه؟ خلينا نقعد نتفرج ونشوف. رأيك كده؟ طب طيب. رايحين يا هانم؟ رايح اقعد عند ماما يومين. عند ماما انما يومين لا، قولي ساعتين دقيقتين.
المسائل بقى. وانا كمان يا بابا عايز اروح معاه. روحي معاه حبيبتي يا بعنساوي. ايوه جاي. هي يا ابني احنا في قهوه. خلي سالم السواق الجديد يطلع معاه، وخلي راجب يطلع وراهم بعربيه تانية ومع حراسه. اروح معاهم يا بابا. روح معاهم يا حبيبي روح. انا النور ده. عايز تروح عند النور ده؟ اه ماشي يا حبيبي. سالم ودينا عند النور ده. بعنساوي ايوه انا عاوزك تراقب العيال دول 48 ساعه في 24 ساعه. تاخد عربيه وتقطرهم، ومن اقرب تليفون تكلمني. ماشي يا باشا. تقلقش ما دام انا معاهم. تقلقش خالص. شيل ايدك. خلوها خل قوي. عملوا لك ايه المره دي يا هلباوي؟
انا شخصيا ما عملوليش اي حاجه. شوف انت بقى مراتك وابنك وبنتك بتعمل فيهم ايه في المولد؟ ايه؟ لا 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 للعنف، لا لا للقسوة، لا لا للعنف، لا 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 للقسوة، لا 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 لا. قولوا للعنف لا، قولوا للقسوة لا، yeah.
من حبي يكبر في قلوب الكل يا 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 لما من حبي يكبر في قلوب الكل يا 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 هنعيش اجمل حياه وهتحلو الحياه هنعيش اجمل حياه قديم قوي هبحكي لك عليه بعدين. وانت مش مبسوط ان احنا معاك يا فندم؟ مبسوط بس خلاص سوق انت ساكت. ما كنتش عارف ان صوت حضرتك حلو قوي كده. عجبتك؟ قصدي عجبك؟ انا بحب دمتن كده بس صوتك جميل قوي. ايه بقى هلا ما كنت تقولها لي دي؟ انا بس خايف المدام فيك تاخد بالها. انت تقول لي قدام العالم كله ولا تحب ازعق واقولها؟ خلاص خلاص يعني مش خايفه. ماشي يا ست. ايوه هلباوي باشا. لا حاضر مسافه السكه. مع السلامه. اه رجب كويس ان انا لقيتك. تعال معايا. ايه خير على فين؟ جايب لك بقى بيزنس تعمل منه قرشين فله. انا مش فاهم حاجه. يعني انا فاهم. تعال نشوف حد يفهمك. يلا مساء الخير يا باشا. تمام. اهلا يا رجب. اهلا يا باشا. خير خير. كل اللي عايزه هو مصلحتك انت و وسالك. الحكايه وما فيها ان البلقاسي ده راجل غول واحنا جدعان وبنحب الجدعان. وعشان كده انا بعت لكم لان بعرف ازاي اقدر الجدعان وهدفع قد اللي بيدفعوا البلقاسي ده 10 مرات. احنا ما حدش يقدر يشترينا بالفلوس يا باشا. يا عم فلوس انا إيه؟ مش بغريك بالفلوس. انا ليا وسائل تانية. طبعا يا باشا طبعا يا باشا. استنى بس يا رجب استنى بس يا رجب افهم سيادتك. يعني برضو تفهموا ايه المقابل؟ يعني تشتغلوا عندي. ما احنا بنشتغل يا باشا. شغل عن شغل يفرق. الفرق عندي هتكونوا بتشتغلوا عند راجل جدع مش طبعا يا باشا مفهوم. سيادتك اجدع واحد طبعا يا باشا. ادينا رجب واذا قلنا لا يا باشا تبقى تغمضوا عينيكم شويه لغايه ما اخد حقي. احنا الشغل اللي مع القسيس ما نعرفوش واللي بناكل من عيشه نحارب بسيفه. عم عيش يوسف ايه يا رجب؟ بعد اذنك يا باشا. جرايه بقى نزاوي. مفيش يا باشا سيادتك بس اديني فرصه يوم واحد انا اجيب لك الواد ده بيضه مقشره ان شاء الله. بقى نزاوي دي اخر مره تخيب فيها لحسن. انت عارف. لا عارف ايه يا باشا؟ انا مالي ومالهم؟ سيادتك عارف ان انا خدامك. انا ماليش مصلحه في اي حاجه من دي. بهنساوي. حاضر يا باشا. ربنا يوفقك. Thank you.
تعالى بقى تعالى. ايوه كده خد. يا سلام. لا 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 استنى استنى، وانا اقضي الليله كده ولا ايه؟ يا فهمني انت مع مين بالظبط؟ انا مع اللي يقبج يا رجب. يقبج؟ اه يقبج، يقبج القبيج لحلح اللحليح. لحليح ايه وقبيج ايه يا بهنساوي؟ الفلوس يا رجب الفلوس. لسه هبشها من الكبانش ده. فلوس ايه يا رجب؟ فلوس، فلوس اللي بتذل النفوس يا رجب، بتذل النفوس. فلوس، فلوس يا رجب. أنا أمي ماتت عشان ما كانش معاها حق علبة دواء، أمي تعبت وشهيت خدمة في البيوت عند اللي يسوى واللي ما يسواش عشان توفر لي أكل العيش. يوم ما جالها المرض اللعين كانش معانا حق علبة دواء يا رجب. أنا خدام اللي يدفع لي فلوس، اللي يدفع لي فلوس. أنا خدام تحت تراب رجليه. ده نساوي، ده نساوي. تبيع ضميرك يا ده نساوي؟ أبيع ضميري وأبيع أهلي يا رجب، ابيع اهلي وما اشوفش يوم زي اليوم. مش شافيته يا رجب. فهمت ليه انا ببيع ضميري؟ فهمت ليه انا بشتغل عند مسلكاتي عند الليس ولا مسواش؟ عشان دول يا رجب، عشان دول. انت شايف قلبك كتير قوي ده انسان. يا بيه البيه ياسر كان فرحان قوي، والست والدته والست اخته كلهم كانوا فرحانين قوي لما الباش مهندس رجب والوسطى سالم دشدش المولد على اللي فيه. طب روح انت. ايه ده ساعتك بتراقبنا؟ انا خلاص مش هشتغل. يا رجب عيب متشتغلش. ايه يا باشا لعلمك بقى يا باشا، الهداوي بيبعت لنا بس احنا قلنا له لا. عارف؟ عارف او عارف كمان انت قلت له ايه؟ يا ابني الخاين ملوش مكان عندي انا. سعادتك احنا رجاله ما افتنناش الخيانه. ايه مش احنا ما نعرفش خيانه خالص. شيل ايدك. يعني ايه الراجل ده رقبة؟ على فكره انا مش مستريح للراجل ده. يا عم يعني رقبك عمل لك ايه؟ على شتمك؟ ايه المشكله يعني من رقبك؟ انا ما بحبش حد يرقبني. هو مزاجك. طب ما انا عارف ان هو معين ورا كل واحد فينا جاسوس. هو حر يا اخي، هو حر. هنفضل كده على طول كل ما نروح حته حد يرقبنا؟ انا مش هرتاح الا لما اعرف مين اللي قتل ابويا. لا يا عم ادم انت راخر. طب ما ابوك مات الله يرحمه خلاص، انت هتعيده تاني؟ كل عيش يابا، كل عيش. ده طار يا بهنساوي. يقول لك طار. عيش حياتك يابا، عيش حياتك، ما تعملناش مشاكل. انا حاسس ان في حاجه بين فيفي وبين اسف. يعني انت هتصلح الكون؟ يا عم خلينا في حالنا. اتفضل قول له. اتفضل. على فكره صحيح. نعم. الجماعه الرجاله بتوع الهلباوي مالهم؟ اللي كانوا عايزين يخطفوا ياسر ابن ابن قاسم. حصل ايه؟ عربيه اتفجرت بيهم. ماتوا؟ اه الله يرحمه. كلهم؟ كله عيش بقى. سالك بكره الصبح هتجهز نفسك عشان هتنزل مع ابن قاسم باشا تروحوا البنك. الساعه كام؟ بالهنا والشفا يا استهان. رامي استني يا وزاري. افندم بتعنديني ليه يا رامي؟ امبارح احنا مروحين مش قلت لك تركبي معانا؟ ايه اللي راكبك مع رجب؟ ما حبيتش اقلقكم، حبيت اخليكم الجو. جو؟ جو ايه؟ ده سالم السواق؟ انت مش فاهمه حاجه خالص. ثم انا ده ما يديلكيش الحق انك تركبي مع رجب وتقعدي جنبه. ويديك انت الحق انك تقعدي جنب سالم السواق؟ انا غيرك، انا ظروفي مختلفه خالص. ثم انت حلوه وصغيره والف واحد يتمناكي. كفايه كفايه، دي حياتي وانا حره فيها. اسمعي يا رانيا، رجب ده بالذات ما ينفعلكيش. بلاش بلاش بلاش، الحب ما فيهوش بلاش. حب؟
عشان فقير؟ الحب ما فيهوش لا غنى ولا فقر. الحب ده اجمل معايا الحياه. حب ايه بس وزفت ايه؟ انت مش فاهمه حاجه خالص. الراجل ده بالذات ما ينفعلكيش. ليه؟ هقول لك ايه بس. ابوكي قتل ابوه. ابويا انا قتل ابوه؟ مش ممكن. بابا مش ممكن يقتل. بابا راجل طيب مش ممكن يعمل كده. انت عايز تفرقي بينا؟ صدقيني يا رانيا، صدقيني يا رانيا، انا ماليش مصلحه، انا عايزه مصلحتك. ابوكي قتل ابوه. قلت لها هعمل ايه؟ كان لازم اقول لها. لا مش ممكن. ايه الجميل زعلان ليه؟ انا عارفه الست دي عايزه مني ايه. ولا حاجه. بتصوري بتقول على بابا انه قاتل؟ اولا بابا عمره ما يقتل، ثانيا انا مش عارفه هي عايزه مني ايه بالظبط، ثالثا هي ربيعا، وخامسا انا عارفه ان خاله عزيز عليكي قوي وعليا انا كمان، على الاقل هو اللي مربيه. بس تعالي نحسبها صح، نحسبها حتى لو مش قاسي. راجل مش مناسب ليك. ليه بقى؟ هو مخلوق من ذهب وهو مخلوق من طين، كلنا ولاد حواء وادم. صح، بس يا ستي الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. اطلع مع سيادتك ده يا باشا. يلا يلا خلي بالك من الباشا. ايه ده؟ ايه ده؟ مالتش الا ده؟ مالتش الا ده؟ ده كده يا باشا. شوف لي حد تاني. يا رجب رجب. ايوه يلا اطلع مع الباشا. ايه ده؟ السلامة يا باشا. خلي بالك منه. ها؟ غيرت طريقك ليه؟ انا قلت لك رايح البنك. اصل في عربيه قطرانا من ساعه ما طلعنا من الفيلا يا باشا. ما تقلقش يا باشا، خش خش من هنا. زمان يعني ايه تبكوا عيل زي ده؟ لا هات المصاب هنا، بقول لك هاته هنا ان شاء الله يموت. انا مش فاهم انت باعت عيال ولا رجاله؟ عين كده يا باشا. سيب الواد ده عليا، المره دي مش هنسيبه. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيهم كده؟ الكلاب كانوا قاصدين انا للا الراجلين دول.
رجالة الحماية مش كده؟ طبعا هو في غيرهم. خلاص يا باشا سيبني انا بقى اتصرف معاهم. هتصرف هتعمل ايه؟ هبلغ البوليس. لا انا ما احبش البوليس يخش بينا. ليه؟ احنا بنعمل حاجه غلط؟ يا تجاره غلط. لو ما بلغتش البوليس هبلغ انا. لا اسكت انت انا هعرف ازاي اتصرف. الدم ده نبض القلب يا ناس،
القلب انا وحرام على ارض الخوف الناس وحرام لو نقتل في الانسان روح اللي وهب الرحمن ما تفوقوا يا ناس وهدوا شوي ده حرام الدم يكون مي لغايه ما ساعتك تستلم يعني. اهلا وسهلا. ساعتك جاهز ان شاء الله ولا تحب ناكل شويه للسلامه؟ لا تاخد الموظفين تفضل زراعيه. قول لي بتاخد كام في الشهر؟ 2000 يا صاحبي باشا. 2500 جنيه ده اخر مرتب كان المرحوم مدهولي. هو لما باع الاوتيل ما قاليش على الارقام دي. 2500 ما ياخد كام؟ ليليان. نعم ليليان سعيد افندم. ليليان سعيد يا فندم سكرتير المرحوم خاص. ايوه هو كان كلمنا عليك. يا ترى بتاخدي كام انت كمان في الشهر؟ باخد اللي انا عايزاه يا فندم. ها طب اتفضل. حياتك تؤمر بحاجه؟ لا يا فندم. الو. نعم لك حق تاخدي اللي انت عاوزاه. كان موجود يا فندم. ايوه اديا الو. ايوه البوابي. هما دلوقتي استلموا الاوتيل؟ طيب طيب وكده انت مالي ايدك كويس ولا؟ طبعا يا باشا ده طعم وكله معاك. لا لا سيبها لي دي عليا انا عشان انا ناوي. قصدك عشان يتلخم عن عمليه البحر الاحمر؟ بالظبط كده. لازم يفهم ان احنا سيبناه له بمزاجنا. طبعا البلقاسي مش غبي ده راجل فاهم شغله كويس. طبعا يا باشا انت هتقول لي انا خايف نعلمه العوم يوم يطرطش علينا كلنا ويغرقنا يعمل فيها معلم ده نكتم نفسه واحطه تحت رجلي لغايه نفطس. قول لي تطلع صور العقود اللي بلها ولا؟ امال يا باشا كله تمام وراهن اشارتك. طلع
لما بدلتك كلها في سبيل ياسر. عيني في فريقك. انما عارف اسجل العقود المزوره دي ازاي؟ انت عارف، ما انت عارف رجالته كتير عامله زي رجاله المافيا. انت فاكر ان بلباوي هيسكت؟ هيعمل ايه؟ قول لي هيعمل ايه؟ ده الراجل بتاعنا انا عارفه. اكيد رميله العمليه دي يتلهي فيها، والعمليه الكبيره هو رايد عليها. اهلا يا ست فيه. ازيك يا ام حسن؟ ماما فين؟ ماما في اوضتها. كنت عاوزه اقولك على سر يا بنتي، كاتمه في قلبي من زمان قبل ما اقابل رب كريم. كنت عاوزه اقولهولك قبل ما اتدفن ويتدفن السر. سر ايه؟ بالقاسي. ماله؟ مش هو البلقاسي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه يا بنتي، الراجل ده كان في عز شبابه، طول بعرض وقوي ومجرم. ايوه مجرم، وما كانش حد يقدر يقف قصاده. كنا عايشين في الصعيد، وكان متجوز بنتي، ربنا يسامحه، الله يرحمها. هي بقى ماتت. ما هي الحياة؟ ده قضاء الله. شد حيلك. حضرة سمنة، محبوس ليه؟ انت مش محبوس، انت معتقل، والمعتقل ملوش مدة معينة. ليه بس؟ عملت ايه؟ طب ممكن تديني اذن اروح ادفن مراتي؟ انا ما عنديش اوامر بكده. خدوا عسكري. تمام يا فندم. هرب من السجن وجه على مصر، مصر اللي بيتوه فيها كل الناس، وتاه تاه في وسط الزحمة، وغير اسمه. يعني مزور اسمه؟ هو زور وبس، ده زور وختم وبصم، وتاهت الحقيقة في وسط الزحمة. ما كنتيش قادرة تبلغي عنه السنين دي كلها؟ أبلغ؟ ده مجرم، حد يقدر يقف قصاده؟ يا بنت الله يرحمها، هي أول واحدة قالت له لأ. مجرم مجرم، الله يرحمها بقى. وانتي، انا ربيتك بدلها. عارفة انك مش امي. ما تزعليش مني يا بنتي، ما تزعليش مني. كان في سر ما كنتش قادرة اقوله لحد، كان السر ده في قلبي ولازم اقوله قبل ما اقابل رب كريم. وكان اسمه الحقيقي ايه؟ اسمه البرجاوي. ايوه البرجاوي، كان اسمه عاصي البرجاوي ابراهيم. عاصي البرجاوي. ايوه يا باشا. بترد على التليفون ليه؟ ايه مفيش حد عندك؟ ما عندكش الشغل؟ اصل والده المدام اتوفت الله يرحمها. طب يا بهنساوي اعمل الواجب. ماشي يا باشا، كلك واجب والله. وقف للبيت وماشي الستات اللي عندك. النسوان؟ اجيبهم من ستك؟ تجيبهم فين يا حمار؟ مين جاف الله شر؟ لا دي واحده ست كده كبيره في السن، المدام كانت بتعطف عليها، هتاخد زمانها وزمان غيرها، اتخطفت. ده انت لازم سعادتك تعمل لنا حفلة كبيرة بقى. حفلة بمناسبة ان الست اتكلت؟ لا، بمناسبة ان سعادتك استلمت المنشأة. استلمتها؟ ده بتحرقي، حاجتي ورجعتلي تاني.
احنا لازم ساعتك نفرق كام عجل بعد ما نذبحهم لوجه الله ونطلع بمليون جنيه. منين؟ منين؟ راح خلي السواق يجيب المدام من عند الست اللي اتكلت دي، تلاقيها مقطعه نفسها من العياط. حكم المدام بتاعتي رقيقه قوي، قلبها حنين. روح. انا مش عايزه حد يجيبني ولا يوصلني، انا عارفه سكتي كويس قوي يا برجاوي بيه. برجاوي؟ ايوه، عاصي، عاصي البرجاوي. انت اتجننتي؟ الحاله رجعت لك تاني؟ شافونا دكتور ولا مستشفى المجاني حد يجي ياخدها. يلا يا ستي يلا. ما تمدش ايدك عليا خالص. انت كمان من النهارده محرم عليا، انت فاهم؟ طب بره بره. انا طالعه بره بره من حياتك خالص، ما بقاليش مكان فيها. الحق عليا اللي جبتك من الشارع وربيتك وعزبتك يا بنت اللي. بنت مين؟ مش بنت الراجل الشريف اللي فداك بحياته؟ طب بره بس. انا اعرف انت عامله ازاي. يلا كله روح، يلا اتكل على الله، يلا حاجة، يلا بنات، يلا ستات، يلا خلاص شطرنا ما عندناش ميتين خلاص. نسيب الشقة ونروح على فين؟ أنا مالي، ما تروح في أي حتة، أنا مالي، يلا اتكل على الله. ربنا ينتقم منك يا شيخ. ربنا ياخدك. أعمل لكم إيه؟ صاحب الشقة وعايز أعمل لكم إيه يعني؟ ألو؟ أيوه بالآسف. أهلا وسهلا. القضية دي فات عليها 28 سنة، يعني سقطت بمضي المدة. أنت متأكد؟ يعني ده في القانون فعلا؟ أيوه يا أخي، القانون بيقول كده. أما حكاية بقى إنك تتجوز بالاسم المزور فده حرام شرعا. الله، انت هتعمل بقى يعني شرع على كيفك غير شرع ربنا؟ بقول لك يبقى حرام. ودي ملهاش حل. وابعت لي العربيه تاخدني وانا هروح اشرح لها كل حاجه واقنعها. بس اما اعصابها تهدى واعصابنا كمان تهدى. اصل عليها اوام يجنن يا اخي. طيب انا حابب اعدي عليك. اعدي عليك تكون عايز من حاجه. حاجه؟ انا عاوزك في حاجات. انا عاوز في شغل. لا هو كل شغل، كل شغل في شغل. حتى رنا لو ما كانتش ايديك الحلوين دول انا مش عارف كنت هعمل ايه. يا سيدي ربنا بينسى حد، ربنا كبير. لكن قولي لي، تفتكري الباشا والدك هيوافق يتجوزنا بقى؟ والله ما انا عارفه، الحكايه اتعقدت قوي. وانت تقدر تتجوز قبل ما تعرف مين اللي قتل والدك؟ ياه، ده موضوع قربت انساه. لكن مصير اعرف، وساعه ما اعرف هو مين هشرب من دمه. مثلا يعني لو عرفت او حد قال لك انه ممكن يكون بابا تعمل ايه؟ مستحيل مستحيل، الباشا والدك مش ممكن يعمل كده، ده راجل يعرف ربنا. لا لا، انا بقول مثلا يعني. لا 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 لا، ما تفكريش التفكير الوحش ده. معقوله ده هيبقى صاحب منشأة دي؟ المهم عارف حاجه، ده احسن واحد يرايل على نفسه. يعني الستاره غمزت ورايل خلاص. بس خدي بالك، مراته كانت معاه امبارح هنا وزي القمر. في ناس ما بيملاش عينيها غير التراب. نوريتك يا بلاسي النجوم في عز الظهر. أنا رايحة أخد حمام شمس عبشين. ما تستني شوية لما نشوف بقية الحكاية. مين البنت اللي سايبه شغلها دي بعد على البسين؟ بنت مين يا سعد الباشا؟ البنت اللي اسمها ليليان دي. لا دي ما بتشتغلش هنا يا سعد الباشا. يعني ايه؟ دي نزيلة مهمة وحاجزة سويت باسمها على طول من ايام المرحوم. مرحوم ايه؟ طردوها. لا لا يا سعد الباشا، انا ما اقدرش اطرد نزيل كده من نفسي. لازم اسيبه لغاية ما هو يطلب انه يغادر الاوتيل. طب اتفضل. اتفضل.
هاني. بقى في حياتك يا ستان. بقى في حياتك يا ستان. سعاد انت بقى في حياتك يا بيبي. تخيلي يا سعاد عايشه كل معاه السنين دي في الحرام. اهدي بس، يعني ايه في الحرام؟ يعني البلقاسي مش هو البلقاسي، مزور اسمه من 20 سنه، اسمه عاصل برجاوي. وهتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ تشوفي ده انا هقلب عليه الدنيا. هبلغ البوليس. تبلغي البوليس؟ طبعا هبلغ البوليس. انت اتجننتي وتجيبي نفسك فضيحه؟ ذنبه ايه ابني دوت يطلع ما يلاقيش لحد يقول له يا فكرتي انه هنحرم من الميراث؟ هرم من الميراث؟ اكيد ما فكرتيش. هو دلوقتي ابن مين؟ ابن البلاسي. يعني اسمه ياسر البلاسي. لما يبقى اسمه ياسر البرجاوي يبقى مش ابنه. عايزاكي كده تهدي وتفكري بعقل. هنعمل ايه؟ عقل؟ هو انا بقى فيا عقل خالص؟ انا هطلب الطلاق. طلاق؟ ازاي؟ انت اصلا مش مراته شرعا، وياسر ده مش ابنه. طب والحل؟ العقل بيقول ان لازم يكتب لكم حقكم بيع وشراء. انت بتفكري في ايه؟ هو الخبر لما يكبر ويكبر والناس تعرف الفاس تقع في الراس. والله لو جه اليوم اللي هقدر انتقم فيه منك يا بلاسي. سهلة اطمن. ولو زودنا الحرارة شوية هيستوي. لا ما تقلقش ما تقلقش، دي واحدة. حوالي مكالمة دي لمكتب بالاسي بي. ايه الباو بيع التليفون يا فندم؟ وده عاوز ايه؟ طب حولي عليا يا بالاسي. انا سبتلك المنشأة دي تاكلها لوحدك، وانا بقى عايز حقي وبالدولار. نعم اخويا، ما انا لقفتلك المرحوم بتاع اسكندريه وكفر الدوار. بس المرحوم بتاع اسكندريه مديون للبنك كتير، مش في السين زي المرحوم بتاعك. عموما انا نبهت عليك اهو. الراجل ده مزيت بس باين عليه عينه زي عنبه ازرق. وده المطلوب. عموما ما تقلقيش، كل شيء معمول حسابه كويس قوي وكل بأوان. طب وده سكته ايه ده؟ هقول لك بعدين. طب على العموم دي المستندات اللي انت كنت عايزها. ايه رايح فين؟ هاجي لك بعدين بقى عشان سايباه في الاوتيل. اديني يا ست جبت لك المحامي بشحمه ولحمه ودمه. ده بقى اذا كان عنده دم. وهو اللي يعرف البلقاسي برضه يبقى عنده دم. ايه يا ستو مالك مزعله الباشا ليه؟ يعني ما انتش عارف كل حاجه؟ لا مش عارف، يا ريت توضحي لي ايه رايك بالظبط. عايزه اتطلق. لا 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 لا، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. مش لما يبقى جوزي الاول؟ هنبتدي بقى في صحيح الغلط. امال انا جوز مين؟ انا جوز اسمه البلقاسي. انا البلقاسي. انا البلقاسي. لا ما انتش البلقاسي، انت عاصي البرجاوي. تحب اقول لك زورت اسمك من كام سنه؟ من كام سنه يا بنتي؟ اكتر من 20 سنه. ادي انت قلتيها بعظمه لسانك. هي بالظبط من 28 سنه و6 اشهر و5 ايام، ودلوقتي مفيش قضيه ولا حاجه، انتهت بمضي المده. بس شرع ربنا ما بينتهيش العمر كله، وانا بقى بشرع ربنا مش مرات الراجل ده. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش احساس خالص؟ ابنك ذنبه ايه لما يعرف ان ابوه قاتل وبزور اسمه كل السنين دي؟ ذنبه ايه؟ وانت يهمك ايه؟ وانت لا يهمك ابنك ولا غير ابنك، بس انا بقى يهمني ابني ولازم احافظ عليه. يا محمد خلي عينك على الهلباوي كويس قوي، لحسن الهلباوي ده تعبان كبير قوي. ماشي يا فندم، مراقبه كويس. ربنا يوفقك. قول لي سيادتك، عمليه تزوير العقود دي عملنا فيها ايه يا فندم؟ ما تقلقش، كل حاجه محطوطه تحت ايدينا وهتظهر في الوقت المناسب. وعلى فكره خلي عينك على ليليان كويس قوي، لحسن ناويه تنتقم من البلقاسي هو او ولاده،
وخاصة بعد ما راح منها الأوتيل. بالحلال بالحلال، حتى انا ما احبش الحرام. والحلال بتاعك بكام؟ لا مش بكام، ده ببلاش. بلاش اموت ببلاش كمان. طب ببلاش ده بكام يعني؟ علشان يكون ببلاش لازم احبك، وعشان احبك على فكره انت هتستلم ايه كام؟ بعدين بعدين، ايه مناسبة السؤال ده؟ علشان افضي لك الفيلا اللي انا عايش فيها. فيلا؟ انت عندك فيلا؟ يعني فيلا صغيرة قد كده. وتفضيها ليه؟ خليكي فيها على طول. طب تعالى شوف. هاجي دلوقتي اشوفها على طول. انا مستعد اعوضك على كل اللي راح منك. بسيطة، احنا فيها في الحالة دي يا بحالتك. حلالي؟ حلوة أوي، واحدة راحت واحدة جت، كله بالحلال. سين في البرد ده. حمامك دافي، هضمك دافي، وقلبك دافي. انا اتكلمت مع الزبالة بتاعك ده، حاولت معاه كل الطرق مفيش فايدة. البلقاسي؟ البلقاسي ده مش عبيط، ده راجل فاهم شغله كويس. يبقى مفيش غير حل واحد. طب قولي لي ايه هو الحل الواحد؟ هبلغ البوليس. بوليس؟ انا ما احبش البوليس يخش شغلنا. يبقى تجيب لي حقي. حقي ده يا بنت؟ حقي اوبن ولا عشان كل واحد نصب وزور؟ يبقى انا حقي تضيع. الله، احنا شارين بعقود مسجله. قصدك عقود مزوره؟ يا دوب الميت يموت تركته تروح، فلوسه تروح بالتزوير وبالنصب وبالسرقه. مافيا يعني. والله مسجله ولا مزوره، هي عقود والسلام. بس حصل هو اللي طلع بنصيب الاسد. الاسد القط. سوري فردام اوبشن. انا هبلغ البوليس واجيب رجليك وانت الاثنين. طب وليه الشراسه دي كلها؟ حلو، ما ترفعي قضيه وتريح نفسك. قضيه؟ موت يا حمار. شوف لو ما صرفتش دلوقتي حالا انا هقول. خلاص ولا تزعل، اعتبر الموضوع ده منتهي. ازاي؟ أنا عايز بنت البلقاس تجيلي هنا على طول، ولو ما لقيتوهاش تجيبولي البلقاس نفسه هنا. تضربوها، تخطفوها، واسمع،
المرة دي ما تبعتليش ناس خيبانة، فاهم؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ هوريك. يا رانيا افهميني، انت بنت بالقاسي باشا وانا راجل فقير. يعني ايه؟ يعني ايش جاب لجاب؟ انا اروح للباشا والدك واقول له جوزني بنتك كده؟ لا طبعا. ظابط سيبوه لنا. والبلقاس يا فندم قبضنا عليه امبارح. بلقاسي قولوا ايه قلت ليه؟